حمد اليوم واش شو يصير يا بسيم؟ لا تغلط. يا بسيم تستاهل. مرحبا شباب، معك بسيم من فيتنس فور عربس. كيف ما تقدمني اليوم بدي افرجيكم كيف بدنا نعمل بديل للمشروبات الغازية والمشروبات اللي فيها كتير من السكر، حتى مشروبات الدايت كتير مضرة للجسم. فاليوم نعمل بديل صحي لها لفترة الصيف لما الدنيا حم وبتحب تشرب شي بارد. اول اشي نجيب برتقان، لانه احنا مجفين. بالبرتقان بدنا نحط شرحتين، شرحة من الليمون وشرحة من البرتقال.